سل معراج طه، سل معراج أحمد عن صوت علي. يوم دنا طه، يوم دنا طه من مكان عالي. فحب حيدر، فحب حيدر، فحب حيدر، فحب حيدر في قلب خير نبي. هو نفس طه نور ودين. انت حبيبي يا ابو الصبطين، حيدر يا حيدر يا ابو الحسين. يا ابو الصبطين. واما الان فمع من البراعم الحيدريه ومع البرعم جعفر علي، فاسبقوه بالصلاه على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لعلي مناقب لا تضاها، لا نبي ولا وصي حواها. من ترى في الورى يضاهي عليا، أيضاها فتى به الله باها. رتبة نالها الوصي علي، لم ترم أن تنالها أنبياها. ما أتى الأنبياء إلا قليل من كثير، وذاك منه أتاها. فضله الشمس للأنام تجلت، كل راع بناظريه يراها. ومراض القلوب عنه تعامت، والتعامي قضى لها بعماها. وإذا قصت في المعالي عليا، بسواه رأيته يسماها. وسواه بأرضها وإذا ما زاد قدرا فمرتقاه رباها. ما استقامت نبوة لنبي قط إلا وفي يديه لواها. فعلي به النبوة قامت واستقامت، وقام فيه بناها. ملأ الأرض والسماوات نورا وهدى، فهو نورها وهداها. سورة النور قائلها إن فيها آية، آية حيرت بليغا تلاها. لفظها يخبر عن الله، لكن ما سواه المراد من معناها. مركز الكائنات كان علي، وهو القطب من مدار رحاها. علم ما كان أو يكون لديه من لدن بدءها إلى منتهاها. إذ هو الباب لمدينة العلم التي ما ارتضى الإله سواها. والمزايا التي تجمعن فيه فرقت في الورى على أنبياها. جعل الله بيته لعلي مولدا، يا له علا لا يضاها. لم يشارك في الولادة فيه سيد الرسل لا ولا أنبياها. فاكتست مكة بذاك افتخارا، وكذا المشعران بعد سناها. عنه سلها الأتى ونونا وصادا، وكذا الذاريات، وكذا الذاريات سلها وطاها. والحواميم مع الطواسين سلها، وسواها كفاطر وسباها. ستراها بمدحها وثناها، لعليا كشمسها وضحاها. لم يدع آية تنص عليه
محكمات الكتاب إلا تلاها، محكمات الكتاب إلا تلاها. صل على محمد وآل محمد.
سألوا أمير المؤمنين قالوا له ما هو قطر الشمس، فأجاب 900 × 900 ميل، 900 × 900 إذا ضربناها تطلع 81 810,000 ميل. الآن هذه 810,000 ميل طبعا هو يتكلم في زمنه، في زمنه كان الميل يساوي في ذلك الزمن 4,000 ذراع، كانت وحدة القياس هي الذراع، أذرع، فأربعة آلاف ذراع، الذراع تعرفون من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فإذا أخذنا رجل متوسط القامة يعني الأفرج ديزاين هيومن بينج وحسبنا هذا الذراع بالإنجاد وحولناه، راح نلاحظ أنه ما أخبر به أمير المؤمنين يعني اللي هي 810,000 ميل في ذلك الوقت يعادل بالضبط 865,380 ميل من قياسنا الحالي اللي هو الميل، تعرفون أنه 1760 ياردة وإلى آخره، واليارد 36 إنش، 3 أقدام. فهذا الميل اللي إحنا نقيس به إذا أخذناه راح يطلع جواب أمير المؤمنين 865,380 ميل، واللي هو بالضبط يعادل قطر الشمس مثل ما قاسه العلماء في هذا الوقت. الموضوع الآخر اللي هو موضوع الفيزياء لأمير المؤمنين كلام بسيط، طبعا أنا قدمت أنه أنا ما أدعي أنه راح أحيط بالموضوع، ولكن أخذ بعض من شذرات من هذا الكنز. علم الفيزياء قال أمير المؤمنين: وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام. لاحظوا هذا التعبير، يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام. الآن العلماء اكتشفوا في تسلسل الذبذبات الكهرومغناطيسية أن احنا هذه الألوان اللي نشوفها اللي هي تمتد من الأحمر إلى البنفسجي هي بالحقيقة ترددات، طيف بتردد، أطول الأمواج اللي هي الأحمر وأقصرها اللي هو البنفسجي. قبل الأحمر مو ماكو شيء، قبل الأحمر أكو ترددات بس إحنا ما نشوفها، ومرات ما نحس بيها، ومرات نحتاج إلى وسيلة الأشعة تحت الحمراء. الآن أكو مناظر يلبسوها يشوفون الأشعة تحت الحمراء ومن خلالها يوجدون الهالة الحرارية وغيرها فيما تحت الأحمر يعني في أطوال الموجية الأطول. فوق البنفسجية أشعة أيضا، وتلاحظون أنه هذه الأشعة هي أشعة قاتلة والله سبحانه وتعالى حمانا منها بطبقة الأوزون، وغيرها بتصعد بالترددات إلى ألفا وغاما وبيتا وإلى آخره. كل هذه الأشعة أمير المؤمنين يشير أنه يعمى عن خفي الألوان، معناها أكو ألوان بس إحنا ما نشوفها، معناها أكو ترددات يعرف بها أمير المؤمنين بس إحنا ما نشوفها ولا يقدرون يصوروها. لطيف الأجسام شنو؟ اللطف في إلى معاني كثيرة، بس من نقول أن الله سبحانه وتعالى مثلا اللطيف الخبير يعني اللي هو متناهي في الشفافية والوضوح. فلطيف الأجسام هي الأجسام الدقيقة اللي أيضا احنا هم نشوفها، اللي هي يشير بها أمير المؤمنين إلى الأجسام اللي نحتاج الآن إلى مايكروسكوب أو مجهر إلكتروني أو إلى آخره حتى نشوفها. وأنا في محاضرة سابقة حول النانو تكنولوجي بينت أنه العلماء الآن اكتشفوا، وهذه تعتبر واحدة من أدلة وجود الخالق اللي هو برهان النظم يصيحوا له، أنه الآن اكتشفوا أنه نظام اللي داخل الذرة هو نفس النظام اللي داخل المجرة، نفس النظام اللي داخل تكوين أي شيء من هذا الكون. وهذا يعتبر دليل على عظمة الخالق ووحدانيته من جهة، ومن جهة أخرى دليل على علم أمير المؤمنين من حيث أنه يعرف أنه أكو لطيف الأجسام يعني أجسام صغيرة لطيفة دقيقة صغيرة موجودة إحنا نعمى عن رؤيتها لكن هي موجودة. الآن نروح شوية بعد للكهرباء. يقول أمير المؤمنين: لو شئت لجعلت لكم من الماء نورا ونارا. نورا ونارا، اللي باوع المي ممكن في ذلك الوقت ما ممكن يتصور، بل الآن أكو كثير من الناس ما ممكن يتصور أنه هذا المي من عنده نور ونار. هسا من عنده نور، أبسط مثال
اللي هو هذه التوربينات المائية الآن اللي تتولد من الماء تتولد كهرباء ونور. لكن الأحسن من عدها أو الأقرب للتطبيق هي موضوع الفك عرى الأواصر ما بين الأكسجين والهيدروجين اللي داخل الماء، وكيف أنه هذه الأواصر هل قد قوية بحيث أنه تفوق بكثير القنابل الذرية اللي نسمع عنها. هاي واحد. اثنين، احنا نعرف أنه الماء متكون من عنصرين، الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين هو قابل للاشتعال، والأكسجين يساعد على الاشتعال. الآن إذا تجيب شمعة وتمنع عنها الأكسجين تنطفي. الهيدروجين هو قابل للاشتعال والأكسجين مساعد على الاشتعال. يجي واحد يقول من هالعنصرين سبحان الله شلون تتكون هالمادة اللي هي تطفي النار؟ فإذا النور والنار ممكن أن نصنعه من الماء. هذا الماء اللي الله سبحانه وتعالى جعل منه كل شيء حي، ممكن أن نصنع النور والنار. ولاحظوا بعد نظر أمير المؤمنين. أنا يعني ما أريد هواية أستخدم كلمات قد ما تكون صحيحة. هو مو بعد نظر أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذه العلوم بالنسبة إلى حاضرة، بعد نظرة بالنسبة للقياس بآخرين، لكن ليس بالنسبة للقياس إلي. هالسارة حجاية أنا أبو فراس، الله يبارك بك. النقطة الأخيرة اللي هي نقطة محيرة العالم الآن، اللي هي الأيدز والجهاز المناعي وإلى آخره، وهذه لخصها أمير المؤمنين بيتين من الشعر اللي يقول: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. هذه الكلمة أنا عجبني فرد مقالة قريتها، شخص اسمه محسن شلاش، على كل حاج محسن شلاش، هذه البيتين شالها وداها إلى فرد طبيب الكبار السن يعرفوه، اللي هو إذا سامعين بي جاك عبود. هذا طبيب فاهم يهودي، فقال له: تعال فسر لي أنت طبيب شون تقرأ هذين البيتين. طبعا وهذه هي هنا نجي النقطة اللي احنا قلنا ننزع مناظر ونلبس مناظر. الآن هذه البيتين الشعر احنا نباوع نقول سبحان الله أمير المؤمنين شون شعر حلو، لكن الطبيب ما يشوفها هالشكل. شوفوا جاكي عبود ايش قال. قال هذا البيت: دواؤك فيك وما تبصره. هذا قال هذا وحده هو بحث كامل في علم المناعة. قال أنه الإنسان جهاز المناعي مالته كفيل بأن يمنع من الأمراض، إحنا اللي نخرب جهاز المناعة مالتنا. أما بأن ندخل عنوة على الجهاز، كأن يكون الآن أنا أجي أشرب ماء ملوث، أنا اقتحمت الجهاز، أو أسيء في موضوع الصحة، قلة النوم، السهر، التفكير، أنواع من الأدوية، أنواع من الأكل، الأكلات، هذه كلها تيجي تخرب جهاز المناعة. فجاك عبود شي يقول لي، يقول لي احنا كل اللي نسويه في عملية المعالجة انه احنا نحفز الجهاز المناعة، بس نساعده حتى ياخذ دوره، ولا هو ما اخذ دوره. بس لما الانسان لسبب ما يضعف جهاز المناعة عنده، الجراثيم تقتحمه. تعرفون انه على جلد الانسان مليارات أنواع من البكتيريا والفيروسات عايشة على جلد الإنسان، بس ما تخترق إلا إذا إحنا جينا انجرحنا وما عقمناها مثلا وسمحنا لها أن تدخل، أو جينا ناكل وما غسلنا أيدينا وسمحنا لها أن تدخل إلى آخره، بطريقة يعني إحنا نفسدها. ولكن فيقول لي إحنا حتى الأنتيبايتكس هذه اللي ناخذها، هي بالحقيقة إحنا شو نسوي؟ يحكي مو إحنا، يعني هو الطبيب ده يحكي، يقول إحنا نحاول أنه نضعف الميكروبات حتى يتمكن جهاز المناعة أن يأخذ دوره ويمنع من الجهاز. وإلا بدون تكون الجهاز المناعي راح يصير الإنسان أولا معرض للإصابة بالمرض، والأخطر من هذا اللي هو يصابون به الآن بالأيدز هو مو المرض نفسه وإنما تكرار المرض. معظم المصابين بالأيدز مثلا يهلكون بالتهاب الرئة. ليش؟ لأنه هذا التهاب الرئة يصير والجسم يقاومه إلى حد ما بالأدوية إلى آخره، بعدين يرجع مرة ثانية الفيروس بعد ما طلع يضرب الجسم مرة أخرى ويضربه مرة أخرى، ماكو جهاز مناعة. لكن اللي يحصل بجهاز المناعة مثل ما تعرفون أنه الآن
لما اي واحد من عندنا ينصاب خلينا نقول اي فيروس، فيروس البرد هذا البسيط، الله سبحانه وتعالى مكن جهاز المناعه انه يخزن بذاكره الكريات البيضاء والجهاز اللمفاوي يخزن البصمه الجينيه مال هذا الفيروس. فمره ثانيه من يضربنا الفيروس الجنود موجودين مستعدين، وهكذا. فاذا دواءك فيك وما تبصر. هسه قبل شويه انه قلنا احنا شلون نخرب هذه، وداؤك منك وما تشعر. وامير المؤمنين الى كثير من الكلمات، مثلا رب اكله منعت اكلات، يعني احنا نجي نخرب في الجهاز والداء من عندنا، والمعده بيت الداء والحميه راس الدواء، ما اريد ادخل بهذه. لاحظوا انه كيف دقه امير المؤمنين والكلام يطول، ولكن اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أبو فراس تعذرنا لأنه إذا أريد ندخل بهذه المداخيل والساعة 12، الله إن شاء الله يقصر يجعلك من المقصرين في مكة إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. والله شكلكم نسيتوا اللحن مرة ثانية. ختامها مسك، ختامها مسك بحب علي، ختامها مسك. أتوجه جميعا لقراءة دعاء الفرج بصوت واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا أرحم الراحمين. والفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، خصوصا روح الشهيد السعيد الحاج فلاح القصاب رحم الله، من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها ثلاث صلوات.